البفتيك اول حاجه. البفتيك مقاديره كالتالي: كيلو بفتيك بتلو او اي بفتيك انتوا بتحبوه، يعني مش هيفرق. انا قلت لكم انا شخصيا بجيب حته كده من وش الفخده، او بجيب لو الجزار بثق فيه بقول له ابعت لي بفتيك وخلاص، انا عارفه انه هيديني المناسب. نص كوبايه ميه بصل وكوبايه دقيق وثلاث بيضات، نص معلقه صغيره من الحبهان الباودر، معلقه صغيره من القرفه الباودر، معلقه صغيره من الكبابه الصيني، معلقه صغيره من الثوم الباودر، معلقه صغيره من البصل الباودر، وربع معلقه صغيره من جوزه الطيب، معلقه صغيره من البابريكا، وملح وفلفل اسود. ممكن على فكره كل التوابل دي تتشال وتتعوض بمعلقه بهارات لحمه. انا حبيت افكك لكم البهارات عشان اللي ما عندوش بهارات لحمه ما يغلبش. خدوا حبه من كل دول، لازم، لا مش لازم على فكره، البفتيك ممكن ملح وفلفل وشويه جوزه الطيب لو انتوا عايزين، بس هو يعني ايه بنحاول نخليه حرش بقدر الامكان. الطبقة الخارجية هتكون كوبايتين من الدقيق الذرة الأصفر وكوبايتين من البقسماط المطحون وزيت غزير للقلي، ويلا بينا نشتغل على طول. أنا بعمل كل حاجة عجينة مع بعضيها، يعني مش بعمل الدقيق لوحده والتتبيلة، فاهمين قصدي؟ عجينة وبحط فيها كل حاجة مع البفتيك وبعد كده بغلف. طيب العجينة دي بعملها إزاي؟ بعملها بإن أنا باخد مية البصل مع البيض والدقيق هيدخلوا من دلوقتي، لكن لو انتوا في البيت عايزين تقعدوه في التتبيلة هتاخدوا مية البصل والتوابل تحطوا عليها البفتيك. خلونا نعمله بالطريقة دي عشان محدش يتلخبط. هنتبل الأول كأننا في البيت ومعانا يوم كامل وبنتبل براحتنا. ادي مية البصل، ادي البابريكا، ادي التوم الباودر، ادي البصل الباودر، مالها؟ الكبابة الصيني، الحبهان، القرفة، والملح والفلفل الأسود. ادي الملح، ادي الفلفل الأسود، ادي رشة جوزة الطيب. دي كده التتبيلة بتاعتنا. هنجيب مضرب سلك ونقلب كل ده مع بعضه، طبعا ما بنحطش لا زيت ولا اي دهون خالص. في ناس بتحب تحط خل، انا مش من محبين اضافة الخل للتتبيل خالص، فانا مش بحط. وحاجي اخد البفتيك انزله في التتبيلة وبايدي ناخد بقى البفتيك نفككه كده. خدوا بالكم شرايح البفتيك بتلزق في بعضيها، الراجل بيحط لنا بينها بلاستيك كده، بس ايه، نفكك برضو بايدينا عشان نطمن ان التتبيله وصلت لكل شريحه بفتيك. ونقلب كده كويس قوي. زي ما قلت لكم هي مش تتبيله تقيله بقى والبفتيك عايم فيها، لا هي كده ايه، خفافي وتحقق لنا الغرض وزياده. اهم حاجه عندنا ان شرايح البفتيك تشرب ميه اللحمه، ميه البصل. عايزين تزودوا ميه بصل مفيش مشكله على فكره، لكن ما تزودوش توابل خلاص كده، حلو قوي. بالعكس ده ممكن تقللوا لو انتوا بتحبوا اكتر ان طعم اللحمه يبقى ظاهر وبوضوح. وممكن زي ما قلت تبدلوا كل اللي انا حطيته ده ببهارات لحمه، وكان الله بالسر عليم. ادي كده التتبيله، ده لو انا هجهز اللحمه واتبلها ليله 4 5 6 ساعات. طبعا لما اقعدها ليله في التتبيله ده اللي هيديني احسن نتيجه اكيد يعني. فانا برشح انكم تتبلوا البفتيك من اليوم اللي قبليها وتسيبوه ليله، وتعملوا العجينه اللي هتضاف عليه دلوقتي. العجينه دي بقى عباره عن ايه؟ العجينه دي عباره عن ان انا هاخد البيض ده هضيف له شوية مية
قد مثلا ربع كوبايه، لو احتجت ميه تاني هاخد، هخليها جنبي اهو عشان لو عوزت اخد. هقلب البيض، واحط الدقيق، وهحط ملح وفلفل وبرده رشة جوزة الطيب عشان زفرة البيض تروح. هقلب اقلب كويس لحد ما العجينه دي تتجانس. لو لقيتني محتاجه ميه تاني بضيف عادي. انا عايزاها تبقى عجينه لا تقيله قوي ولا خفيفه ميه، تبقى زي كده قوام الغره، وهي الحقيقه تمام جدا كده. بصوا الدقيق داب فيها وزي الفل اهي، شايفين القوام؟ نفس فكره عجينه القطايف مثلا. اقلب حلو قوي. فايه خلاص هنفترض ان عدى علينا ليله البفتيك متبل، وتاني يوم بقى انا عايزه اغلفه، عايزه احط له طبقه البقسماط الخارجيه. فهعمل ايه؟ هقوم عامله الخليط بتاعي ده، العجينه دي، واجي على البفتيك المتبل انزل بالعجينه. أرجوكوا يا جماعة بأكد، مية بصل مش بصل، لو بصل وفي تفل هيخلي الكراست الخارجية تفك في الآخر، وإحنا بالتأكيد مش عايزين ده يحصل. هقلب بقى كويس جدا، البوفتيك مع العجينة، واطمن إن كل يعني ملي من شرايح البوفتيك وصلوا من العجينة دي. ليه؟ عشان لو هو ما وصلوش من العجينة دي، طب البقسماط هيلزق في ايه يا جماعة؟ مش هيلاقي حاجة يلزق فيها. فده السمغ بتاعنا او اللزق بتاعنا اللي يخلي الكراست ما تفكش والطبقة الخارجية تفضل متماسكة. فاحنا كده نطمن ونقلب كويس جدا، وكمان واحنا بنغلف بالدقيق والبقسماط بنفتح الشريحة كويس قوي بايدينا قبليها، نطمن ان كل حتة فيها وصلها العجينة كويس جدا. وادي كده العجينة غلفت البوفتيك، خلاص مش محتاجين مية. ومجهزين طبق ومجهزين ووك على النار، هنعلي عليها النار عشان أنا دلوقتي هبدأ أغلف البوفتيك بتاعي. طيب هغلف البوفتيك، أنا بس عايزة أجيب طبق كده نحط عليه الشرايح. أخف. عندنا كيس مكرونه بنا طبعا اللي هي الصوابع دي، الكيس بيبقى 400 جرام، معلقه كبيره توم مفروم، 500 ملي من صلصه الطماطم. انا بجيب الازايز اللي هي الصلصه الجاهزه مش البرطمانات، الازايز. انتوا عاملين في البيت صلصه طماطم تنفع برضو ولا اي مشكله. عندنا مرقه وزبده وزيت نباتي ومعلقه صغيره من السكر ومعلقه كبيره من السبع بهارات، رشه من جوزه الطيب وملح وفلفل اسود، والبهارات براحتكم مش لازم معلقه كبيره بالملي، يعني اللي عايز اكتر اللي عايز اقل، في ناس بتحب الصلصه من غير توابل اصلا، كل دول براحتهم ما عندناش اي اعتراض. يلا بينا، انا هبوطي بس النار على الزيت خالص علشان مش عايزاه يسخن جامد، لو البوفتيك نزل في زيت سخن قوي مش هيستوي من جوه، هيبقى اخد لون بس ما استواش. حطينا هنا دي البقسماط ودقيق الذره الاصفر، تاني باكد ان دقيق الذره الاصفر اختياري، ممكن الاستغناء عنه، هو بس بيدي خشونه للطبقه الخارجيه وقوام لذيذ كده. ممكن على فكره اي حد بيحب يغلف مثلا ببانكو بكريسبي اللي بيتباع عند العطار، كل ده اوكي ما فيش فيه اي مشكله خالص، تقدروا تستخدموه وهيطلع زي الفل. قلبنا كده الحاجات مع بعض، نقلب الحاجات مع بعض عشان نوزع، نعمل كده مكان للشغل. ادي البوفتيك، ادي الخليط، وادي الطبق اللي هنطلع عليه، وادي الزيت. كل لو احنا هنقلي على طول، لو انا ما بشيله للفريزر خلاص مفيش بقى الزيت. يلا بينا نشتغل على طول. هنعمل ايه يا حبايبي؟ طبعا انا هلبس جوانتي عشان انا ما بهدلش ايديا بالبيض والبقسماط. اللي بيشتغل بايده
يفضل ان هو المقادير على الهواء على فكره اهي لكل اللي بيسالوا عليها واي حد محتاج يشوفها، والمدام الهام اللي طلبتها تامرونا، عايزين ننزلها 100 مره ننزلها لكم 100 مره ولا اي مشكله. يلا بينا. بناخد شريحه البوفتيك عشان البوفتيك شريحه طويله كده فبيبقى خداع. افتح اتاكد، بصوا اهو ده اللي بتكلم فيه، بصوا عشان كانت متنيه شايفين جوه كل جوه ما فيش عجينه اصلا واصلاه، فده اول ما ينزل في البقسماط مش هيلاقي حاجه يمسك فيها، فاقوم عامله كده اطمن ان في عجينه في كل حته، العجينه دي هي اللي هتخلي الكراست ما تقعش، المشكله اللي كلكم بتعانوا منها. وهنحط الشريحه كده وهنيجي ونغطي كده. ارجوكم ما تبططوش، ما تقعدوش تك 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 تفعصوا في شريحه البوفتيك تخلوها تبقى ورقه لدرجه ان اول ما تنزل الزيت تنشف، لا احنا بنغطي مش بنبطط بالعنف ده، بنغطي وبنطبطب كده طبطبه بس مش اكتر. طبطبوا على البوفتيك، البوفتيك محتاج شويه حنان، نطبطب عليه كده اهو. بصوا انا قاعده طبطب على شريحه البوفتيك القمر دي لما بقت ايه بنقول عليها محمله، محمله يعني ايه؟ يعني مسكت في في الدقيق والبقسماط كويس جدا اهو، مفيش حته فاضيه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا بقى ناخد القمر دي، انا عندي شريحتين اهو على الزيت. حاضر يا حبيبي من عيني. الزيت معانا اهو، زيت غزير هو اللي بيدي افضل نتيجه. مش فاهمة السؤال ايه؟ اوكي. الزيت الغزير هو اللي بيدي احسن نتيجة. عايزة اقلي بزيت اقل براحتك، لكن انا بقول دايما اللي بيدي، يعني لازم اكون صادقة يعني وصريحة، اللي بيدي احسن نتيجة هو الزيت الغزير. طبعا بيكلف زيت اكتر لكن بيدي نتيجة احسن بكتير. فانا بستخدم زيت غزير وبقلي فيه 3 مرات. اهو انا بقول بسيبه 3 مرات، انزل شريحة البوفتيك، الزيت لازم يكون سخن وانزلها مفرودة كده. وادي اختها جنبها وما نسحمش الدنيا، مش 100 شريحه بوفتيك في الطبق بتاعنا، هو كده حلو قوي وكفايه علشان في الصينيه بتاعتنا الطاسه بتاعتنا عشان ياخد راحته في القلي وياخد مساحته في ان هو يستوي في الزيت. انا بحب انزل في درجه حراره عاليه وممكن اجي بعد كده اوطي درجة الحرارة شوية عشان اضمن ان البوفتيك بيستوي من جوه زي ما هو بياخد لون من بره. ما بقلبش كتير وما اقعدش العب فيه طول ما هو في الزيت، اسيبه براحته علشان يطلع مظبوط معايا. مخلية درجة الحرارة، باكد تاني، بعد ما كانت عالية ونزلته في زيت عالي خليت درجة الحرارة متوسطة، واعتقد المنظر باين وبيتكلم عن نفسه. بصوا من قبل ما تستوي اصلا مفيش كراست بتقع، وانا سايباه براحته خالص يتحط. بالبوفتيك يا جماعه هتجيبوا شرايح لحمه من وش الفخده او قولوا للجزار انا عايزه بوفتيك، هو هيعرف هيقطع لكم ايه. اللحمه بتاعه البوفتيك مش من الحاجات اللي بتحتاج تتبل قوي او تقعد في تتبيله تقيله او كده، لا هي شويه ميه بصل وشويه بهارات زي ما انتم شايفين كده هتدينا نتيجه ممتازه. احنا مستخدمين النهارده للكفر الخارجي بقسماط ودقيق ذره اصفر، ينفع يبقى بقسماط بس او دقيق ذره اصفر يتشال خالص، ولكن هو دقيق الذرة الأصفر بيدي كده خشونة جميلة جدا للطبقة الخارجية بتخليها أحلى بكتير. اللي عايزاكوا تشوفوا اللي احنا قليناهم اوريدي، طلعت 2 من الزيت ونزلت 3، طاسة المرة دي خدت 3 عشان كان في 2 متوسطين مش كبار قوي. بصوا المنظر يا جماعة، يعني أعتقد كلمة كريسبي هي كلمة قليلة على وصفهم صح؟ في أي كروست وقعت؟ تعالوا بصوا في اي حاجه واقعه، في اي حاجه محروقه، كله قمر وزي الفل. واهو الثانيه ده ليه؟ عشان مشينا على تكنيك سليم، ولا تقع ولا يحصل لنا اي مشاكل، وزي ما اتفقنا الزيت متوسط عشان الحاجه تستوي من جوه زي ما بتستوي من بره، وكل ما لون ناحيه تحمر بنقلب على الناحيه الثانيه عشان نضمن ان الناحيتين يكونوا سواهم متساوي، مش ناحيه مستويه وناحيه لونها مش مظبوط. تمام. طيب نجيب الطبق ده بقى جنبينا هنا ونجيب الني ده جنبينا هنا
ودينا شغالين بنقلي، واحنا واقفين بنعمل المكرونه. المكرونه احنا قلنا مقاديرها صح؟ قلنا مقاديرها، فكروني. يلا بينا نبدا في المكرونه. حله كبيره هتحطوا الحله دي، لا مش لازم كبيره قوي كده ولا ايه؟ دي كبيره زياده عن اللزوم ولا انا عماله افكر؟ خلينا فيها عشان نقلب ونلغوص براحتنا ما نبقاش مزنوقين. ادي الحله اعلى درجه حراره، وهسيبها تسخن. عيني مع البفتيك طبعا ما بنساهوش، في حته بالتحديد صغيره قوي مش هتستحمل قلي كتير اهي، شايفين الحتت الصغيره اللي بالحجم ده ما بتاخدش وقت خالص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نكمل قليها، وممكن كده المكان يساع ننزل واحدة جديدة. بس تمام. المكرونة هنعمل ايه في المكرونة؟ بص هناخد اول حاجة المكرونة المرقة قصدي، هنعمل صلصة توم والزبدة معانا اهم، وفي الحلة دي هاجي احط الزبدة الحلوة دي واحط التوم الحلو ده، وانا بحب احط معاهم شوية زيت. وهنخليهم بس ايه يسيحوا كده مع بعض، والثوم ياخد تشويحة بسيطة خالص. خلوني اجيب سباتشولا وارجع اشوف الوضع ايه. نزليها كل ما حد يتصل يطلبها يا نور نزليها، في ناس كتير بتتصل ما بتدخلش على الهوا بس بتطلب تتبيلة البفتيك تنزل تاني، فمن عينينا الاتنين. نشوف ايه اللي حصل هنا. يا سيدي يا سيدي انت كده حلو قوي عليك. يلا بينا. بصوا انا بس عايزاكم تشوفوا الطبق، وريهم يا ياسمين الطبق من فضلك عشان يعرفوا ان مفيش ولا شريحة بفتيك وقعت الكراست بتاعتها. ادي واحدة كمان اهو. كله الحمد لله زي الفل. نقدر ننزل دلوقتي شريحة بفتيك كمان او اتنين على حسب ما الطاسة بتاعتنا هتاخد. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل كده. دي لسه عليها شوية، هسيبها شوية كده قبل ما اطلعها. هنا للمكرونة التوم داب كده مع الزبدة والزيت، وانا مش عايزاه يلون خالص، انا عايزاه بس كده ايه تشويحة بسيطة. هاخد صلصة الطماطم ننزلها كلها، وهضيف معاها المرقة، واجيب السكر بالمرة، وادي السكر، وادي البهارات. انا مش عايزة احط كل دي، هحط اقل نص الكمية بس، سيبها هنا لو احتجناها، وهقلب. فبقت عندي صلصة خفيفة كده وعايزاها تغلي، هحط لها ملح
فلفل، هقفل عليها تغلي عشان انزل فيها المكرونه، واجي ابص هنا على البوفتيك ايه اللي حصل. انت كده خلاص يا دوب نطلعك الطبق ده كده. ايه، مش بحب انا اكوم بوفتيك فوق بعضه، وده نظرا لان التكويم فوق بعضه بيعمل ايه، بيخلي البوفتيك ينزل زيته على بعضه، فبالتالي الكراست بقى اللي انا قاعده تعبه نفسي فيها دي وقاعده احافظ عليها وقاعده افرد واملى زيت عشان ما يزيتش كلها هتروح هدر، وتعبي هيبقى في الباي باي. فانا يعني ما مش هكوم فوق بعضه. على وشك ان احنا ننهي البوفتيك، عايزه اجهز الطبق الاخير اللي هطلع عليه. وزي ما قلت لكم انا ما بحبش ازنق. ليه ما بحبش ازنق؟ عشان ما يزيتش البوفتيك على بعضه. فهاجي كده اعمل طبق جديد، لان بالتاكيد يعني ما انا مطلعاها من النار غرقانه زيت، فلما احطها على اللي اوريدي اتصفت اكيد هتقوم منزله زيت عليها. ومهم جدا برضو ان انا ما اخليش المناديل قليله. معلش انا عارفه ان الناس بتسعى ان هي توفر في كل حاجه دلوقتي حتى استخدام المناديل، ولكن مش عشان اوفر في استخدام منديلين زياده ابوظ كيلو بفتيك، يعني حرام. فايه، نوفر بس بما لا يضر الاكل وبما لا يخسرنا مكونات كتير. يلا بينا. الله، ايه حلاوتك دي؟ انتي بقى تيجي على الطبق الجديد، وهنا كده عندنا مكان خلاص ننزل دول. انتوا ملاحظين حاجه في اي كراست وقعت لحد دلوقتي ولا احنا تمام؟ اعتقد احنا تمام، مفيش اي مشاكل حصلت، امورنا كلها ماشيه بكل سلاسه. مع ان كمان خدوا بالكم انا لم اعداه ولا خليته يستنى ولا خليته يتشمع ولا اي حاجه من الحاجات اللي بنقعد نقولها دي، انا عملتها اصلا، انا شغاله لايف قدامكم بالحاجه والنتيجه طالعه كده. نصفي ونجيب على الطبق اخر قطعتين بفتيك عندي في النار. وعايزاكم بس تاخدوا بالكم من حاجة، انا اي نعم بقول لكم انكم ما تقعدوش تقلبوا في الحاجة كتير علشان الكراست ما تقعش، بس برضو اول ما ينزل الزيت ويمسك كده الكراست اقلبوا عشان ما يقوسش. بصوا اللي استنيت عليها دي، استنيت عليها سهوا، بصوا قوست ازاي، قوست بقت عاملة زي المركب كده. لكن اللي بقلبها على طول اول باول اهي حواريكم بقت عاملة ازاي مفرودة، شايفين ده الفرق. فكل حاجة صغيرة بنعملها هي تكنيك بيفرق في النتيجة النهائية هتكون عاملة ازاي. ممكن نطلع فاصل نبص بس ننزل المكرونة ونطلع الفاصل. هنا بقى هوطي النار شوية علشان البوفتيك يلحق يستوي قبل ما ياخد لون. واقلب تاني. انا وطيت النار خليتها متوسطة، وهنا من منظر الدخان كده انا عرفت على طول ايه، ان الصلصة دي غليت. نفتح، ايوه غليت، يعني انزل فيها المكرونه. ما انزلش المكرونه ابدا في مرقه او ميه او صلصه غير مغليه. هنزل المكرونه وهقلب، وانا هضيف شويه ميه صغيرين يخفوا كده الصلصه عشان المكرونه تستوي فيها كويس، قد كوبايتين مثلا. ندي تقليبة وهغطي عليها كده بس بالورد عشان اخليها تغلي تاني بسرعة. ابص على البوفتيك نظرة اخيرة قبل ما نطلع الفاصل عشان لو كده نطلعه. هسيبه شوية في الفاصل يكمل يبقى كل شوية لا تلزق مني او اي حاجة. وطبعا هي كل ما بتستوي كل ما الصوص ده بيقل، ومحتاجه كده ادوق اشوف هي استوت ولا لا.
يلا بينا. لسه عايزه شويه. طعمها تحفه تحفه. المكرونه شكلها او شكت على الانتهاء، فهاجي كده اخد شوكه كمان ادوق اشوف استوت ولا لا. ولما بنشيلها يا جماعه نشيلها وهي مش مستويه 100% عشان هي هتكمل سوا كمان شويه. فرة. المكرونه هناخدها كده اوبا هيلا بيلا ونسيبها على جنب. انا فتحت الغطا عشان ما يبقاش حراره عاليه زياده عن اللزوم تخليها تتهري معايا. والثوم مكرونه يا جماعه درجه الصوص انتوا ذوقكم بقى، يعني عايزينها صوصها خفيف عايزينها صوصها تقيل، الامر يرجع لكم. انا بحبه معقول لا خفيف خالص، بس ما بحبش يعني يبقى لازق عليها كده كان ما فيهاش صوص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المكرونه وادي البفتيك. تعالوا كده نختبر هذا البفتيك. ادي حته اهي هنقطعها، بصوا تتقطع معايا بكل سهوله لا بتشد ولا حاجه. طيب نقطم. اطرى بفتيك هتاكلوه في حياتكم.